اوكي السلايدات واضحين قدامكم؟ واضحين طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع يا جماعة نراجع مجموعة الكالسيوم شانل بلوكرز. هذول الكالسيوم شانل بلوكرز سوري حكينا في أكثر من مجموعة أصلاً، فور جروبس، والثري جروبس الأولانيات اللي فيهم الفيرابميل والجلتيازم هن، خلينا نقول يعني بس واحد مركب واحد ممثل لكل مجموعة، فإحنا عم نناقش بشكل مكثف اللي هم الوان فور دايهيدروبيريدينز. مراجعة بسيطة لشكلهم اللي إحنا حكينا فيهم الوان فور دايهيدروبيريدين رينك سيستم إشي إسينشال، وحكينا على السار صرنا نحكي إنه في عنا إجباري يكون في عنا فينل سبستيتيونت، هذه لازم تكون أروماتيك رينج. هلأ اليوم رح أفرجيكم ليش لازم تكون أروماتيك رينج، لأنها بدها تعمل باي باي ستاكينج مع الريسبتر، يعني ما بمشي تحط لي أني أذر هيدروكربون جروب ألفتك فور إكزامبل جروب. ليش؟ لأنه أنا بخسر إيش يا جماعة اللي هي الباي باي ستاكينج، بصفي عندي فاندر فال. طبعا الباي باي أقوى من اللي هو الفاندرفال interaction. أيضاً حكينا هاي اللي الفينل رينج إجباري إنها تكون substituted، وهذا substitution هدفه يا جماعة to lock الconformation في اللي هو الactive conformation، بحيث إنه تكون two rings perpendicular to each other. سواء حطيت substituent على الأورثو أو على الميتا، إيش بصير؟ بيعمل استريكي كلاش مع الإيستر، فبيحاول إنه يبعدها من اللي هي إنهم يكونوا كوبلانر، اللي هي حلقة البنزين مع حلقة الوان فور دايهيدروبيريدين، علماً بأنه كمان لما حكينا على البنزين كمبدأ بتقدر تعملها substitution by other aromatic rings hetero aromatic rings زي البيريدين، لكن وجدوا إنها توكسيك، بتعطيني توكسيك ميتابولايت، ف حددوا هاي الرينج بحلقة البنزين. هلأ هدول كمان لما نيجي نحكي على الجروبس that are added to the ortho and the meta positions، حكينا على البارا ما بضيف. أولاً البارا ما بيساعدني إنه يعمل لوك للconformation بالactive conformation، ما بعمل عندي هذا الستريك كلاش. إضافة إلى ذلك إنه ممكن يعمل هو ستريك كلاش مع الريسبتر نفسه. فالأغلب اللي هي أو كل one four dihydropyridines these are ما فيهم para substitution على الفور فينيل رينج. بالنسبة للأورثو والميتا substituents هم في النهاية، أنت صح أنا ممكن أخليها بدون هاي substituent، لكن أنا شو هون بخسر يا جماعة؟ إذا بتتذكروا من كيمياء طبية واحد، بخسر اللي هي قصة الانتروبي، loss of entropy، بخسر شوي من free energy of binding لما يكون في عنا freedom of rotation للمركب، بعدين يروح يرتبط بالbinding site وياخد الactive conformation. كل ما كان فيه freedom of rotation ورحت ربطته بالbinding site، هون أنا بخسر من الانتروبي تاعت السيستم، وبالتالي بقلل من الفري انرجي اوف بايندينج. أنا يفضل المركب كل ما كان شكله أصلاً يشبه الاكتيف كونفورميشن لهذا المركب اللي هو كيف هو بيرتبط داخل البايندينج سايت، كل ما أنا اكسبت أنا اللي هي في قضية الانتروبي وما فقدت اللي هي الانتروبي عندي، وكانت free energy of binding عندي إياها أفضل. من ناحية مبدأ حكينا الجروبس at the ortho and meta ممكن يكونوا electron donating, electron withdrawing، ما بتفرق من ناحية مبدأ، لكن يفضل electron withdrawing. ليش؟ عشان أمنع الميتابوليزم على اللي هي الرينج، لأنه الفينل رينج بالعادة لو بده يصير ميتابوليزم رح يصير هذا الميتابوليزم ميوتشولي على البارا بوزيشن، فأنا عشان أمنع هذا الميتابوليزم من إنه يصير يفضل إنهم يكونوا إلكترون وذروين جروبز، وهذا اللي شفناه بكافة المركبات، يعني سواء عم بحكي على إزراديبين، نفيديبين، كلهم الفيلوديبين، أملوديبين، كلهم بيحتوي على إلكترون وذروين جروبز أفضل من إنه يكون اللي هي تحط إلكترون دونيتين جروبز. طيب إيش كمان حكينا عنهم؟ حكينا إنه
حكينا إنه هاي ال 1-4 dihydropyridine must be retained وهاي ال N must not be substituted. فأنا هلا راح أفرجيكم الكريستال ستراكتشر اللي خلي ممكن يساعدنا يا جماعة في عملية اللي هي إنه نفهم ليش أنا ما بديها تكون substituted. يعني مثلا ممكن يجي واحد يقول لي طيب ال 1-4 dihydropyridine ring almost planar، طب ليش ما أبدلها ببيريدين؟ البيريدين بلانر، إيش بدها تفرق معي؟ أوكي؟ طيب ممكن يجي واحد يقول لي طيب إيش على إيش أنا عم بدور؟ ليش ما أحط لها ببيريدين رينج مثلاً تصير بيسك؟ فخلينا نشوف إيش القصة من خلال نظرتنا للي هو لكريستال ستراكتشرز. خليني أعمل شير. think هذا نعم افرجيكم اوكي هذا مركب النيفيدبين داخل اللي هو البايندينج سايت. لاحظ النيفيدبين انا حاطيته كربوناته باللون الاصفر، النيتروجينه تاعت ال 1-4 dihydropyridine هيها باللون الازرق وعليها ال NH، اوكي مش substituted. في عنا على ال 2 وال 6 positions في عنا الميثيل جروبس، على ال 3 وال 5 positions في عنا ال 2 ايسترز، وهون بالنيفيدبين هم الايسترز identical. في عنا على الفور بوزيشن في عنا الأروماتيك رينج، لاحظ اللي هي هاي الرينج شوية بسبب إنه أنا هون في عندي sp3 كربون، فأنا في عندي نيتروجين هيدروجين طالعة من هون. خلينا بالله نحط الليجند كاملة عشان تشوفوا الأذر هيدروجين، فعشان تشوفوا اللي هي وضعية اللي هي الفينل رينج. هاي الفينل رينج عم تعمل أروماتيك انتراكشن. اوكي طب خلينا نشوف لو كان شلت انا حلقه ال 1-4 dihydropyridine وحطيت بيريدين، بيريدين رينج شو مالها البيريدين رينج؟ رح تكون بلانر، رح يكون كلها دبل بوندز كلياتها اروماتيك. ايش اللي رح يصير؟ رح يصير في عندي مجموعه من الاشياء اللي انا رح افقدها. اول شغله رح افقدها اللي هي الباي باي ستاكينج مع اللي هي الفينل رينج، لانه هاي الاروماتيك رينج رح تكون بوضع بحيث انها تعطي نوع من البلانرتي مع السيستم، وممكن انها كمان تعمل ستريك كلاش، فاجباري انها تضلها هاي الفينل رينج موجوده على sp3 كربون عشان تريتش اللي هي حلقه الفينل الانين اللي عم تعمل معاها اروماتيك انتر اكشن. طيب اشي ثاني رح افقده، شو اللي رح افقد يا جماعه؟ لاحظ انه بال 1-4 dihydropyridine ال N it acts as a hydrogen bond donor. هلأ رح نحكي ليش why does it act as a hydrogen bond donor. إله علاقة يا جماعة باللي هي شو خاصية هاي النيتروجينة، is it basic is it acidic، هلأ رح نشوف. طيب it acts as a hydrogen bond donor مع سيرين أمينو أسد، وهي السيرين أمينو أسد مشغولة أصلاً it acts as a hydrogen bond donor مع الباك بون للريسبتر، وبالتالي إلى حد ما يعني لو بدلت لو شلت أنا البيريدين حطيت هذه بدل 1-4 dihydropyridine حطيت بيريدين، السيرين صعب إنها تلف وهي اللي تعمل hydrogen bond interaction. It does not reach إنه هي تصير hydrogen bond donor والبيريدين تصير hydrogen bond acceptor، لأنه بيكون بس عليها lone pair صح؟ وبالتالي بيكون عليه عفوا اللون بير، وبالتالي يعني هذا الانتراكشن بيكون فيري ويك. طيب نيجي لشغله ثانيه ايش ممكن كمان نحكيها، اضافه الى انه سبستيتيوانت على هذه اللي هي ال 1-4 dihydropyridine نيتروجين اتوم ممكن يعمل ستريك كلاش مع السيرين. تخيلوا الهيدروجين يا دوب واصله للسيرين، لو بدي احط لك اياها بفاندرفال احطها اللي هي بالفاندرفال، بلاحظ انهم كتير قريبين من بعض، لو أحط كمان السيرين بالفاندرفال رح تصير نفس الإشي، ففيش مجال إنه أحط any substituent على اللي هي ال 1-4 dihydropyridine ring. هاي كمان مهمة على ال N قصدي تاعت ال 1-4 dihydropyridine. إذن هاي بعض اللي هي الأشياء. لاحظ كمان اللي هي كيف ال perpendicular
arrangement للtwo rings مع بعض، وهذا كمان essential لعملية اللي هي الinteraction يكون ممتاز داخل الريسبتر. يعني لو كانت هذه coplanar مع one for dihydropyridine for example أو ما كانت perpendicular ما بصير في عنا aromatic stacking and it may not fit داخل الريسبتر. خلينا نشوف بالله نروح هلا للي هي نرجع للسلايدات ونكمل شوي بالسار عشان احنا هلا اوكي رجعنا على السلايدات عشان نفهم. طبعا ليش ما بدي اياها تكون بيبيريدين؟ البيبيريدين يو لوز البلانيريتي كلياتها، واحنا بهمني انها تكون بلانر تو فيت انسايد الريسبتر، بدها تصفي كل واحده من هذه الايسترز. مش عارفه كيف هي بدها تكون، التنتين سيس ولا ترانس ولا واحده سيس وواحده ترانس اتسترا، تو مثل جروبس نفس الشيء، فكل هذا الاستراكشر راح يختلف. It does not fit inside the receptor لما تكون non planar group. يعني مشكلتي بالبيريدين مش هي البلانريتي، خلينا نقول هي planar البيريدين compared with the dihydropyridine but you lose اللي هي انا ما بدي اياها تكون planar at the C4 position، ونفس الشيء you lose الهيدروجين بوند دونر اللي من البيريدين رينج. طيب حكينا عن الإيستر جروبس على 3 وال 5، هم they can be symmetrical, identical, they can be different. طبعا إذا اختلف، أنا عندي الكربونة رقم 4 فيها احتمالية الكايراليتي. الكايراليتي بتكون فيها only إذا كانوا الجروبس اللي على ال 1-4 dihydropyridine على اليمين أو على اليسار مختلفين عن بعض. يعني مثلا لما تكون الإيسترز مختلفين فهون بتكون كايرال. يعني في الإزرادبين الكربون رقم 4 كايرال. مثلا لو خليت التو إيسترز متماثلين لكن بدلت المثل substituents كل واحدة حطيتها different substituent، هون بصير في عندي كمان كايراليتي اللي هو الستركتشر، وهذا بيعطيني نوع من السلكتيفيتي لا different types of اللي هم channels. إذا هذا اللي هو يمكن summary. حكينا يا جماعة على اللي هي النيتروجينة. النيتروجينة هذه هل هي بيسك هل هي أسيدك؟ شو رأيكم يا جماعة باللي هي طبيعة هاي النيتروجينة؟ مين بيقدر يحكي لي هاي النيتروجينة is it basic acidic؟ نيجي لنور سامر عبد الله. في حدا رافع ايده؟ لا. طيب أماني، أماني كيفك يا أماني؟ معنا أماني؟ طيب أهلا دكتورة. في معي سندس. سندس Hello. سندس أماني. أماني خلينا طيب أنا آسفة. طيب اسمه نبلش بأماني أولا بعدين أنا رح أسأل سندس، ماشي الحال؟ نبدأ في أماني. أماني شو رأيك باللي هي الـ NH تاعت الـ 1-4 dihydropyridine؟ هل هي basic ولا لا؟ شو رأيك؟ بس دكتورة أنا دخلت جديد وكان عندي اللابتوب معلق فمش مركز كثير صراحة. طيب مش مشكلة سندس، يلا يا سندس. دكتورة مو بيسك، نت بيسك، مش بيسك. ليش هي مش بيسك؟ لأنه الجليكولايدز الإلكترونز تبعونها داخلين في الرينج سيستم، وبرضو كمان بيعمل الأو exactly هذا أهم شيء. exactly هذا أهم شيء إن two lone pair of electrons هذا اللي موجود هو طبعا هو في p orbital صح. هذه هي sp2 hybridized nitrogen. lone pair موجود في p orbital، وإيش بعمل lone pair؟ عامل delocalization على two groups اللي موجودين. هذا بسموه conjugated carbamate system. يعني هي إحنا بتعرفوا الكربامات إذا بتتذكروها، نتذكرها من البيثينيكول اللي هو acetylcholine analog، وكمان الكربامات inhibitors of acetylcholine esterase. فالكربامات هي سيدة بالبوند O وبعدين تيجي الـ N directly linked على C double bond O. هذا conjugated carbamate، بما معناه في عنا اللي هي C double bond C بيناتهم. لاحظ إنه في عنا اللي هو two conjugated carbamate systems على اليمين وعلى اليسار. طبعاً بهاي الحالة this amine it highly loses the basis لإلها، هاي نقطة. فهي مش basic، يعني it does not act as a good hydrogen bond acceptor. وعشان هيك ما أتوقع إنها هي اللي بتلعب دور as a hydrogen bond acceptor. قلنا هي it acts as a hydrogen bond donor. هلأ
كيف it acts as a hydrogen bond donor؟ على الأغلب إنه هاي النيتروجينة it's mostly acidic باتجاه اللي هم مجموعة الأميد، الأميد الـ PKA إذا بتذكروا الكيمياء الطبية لإلها، حسب طبعاً يعني من خلينا نقول 8 إلى 11 ممكن تكون الـ PKA لإلها بحدود for example خلينا نقول العشرة، acidic acidic but very weakly acidic بسبب الـ delocalization على الـ two groups اللي موجودين عندي إياهم هون، وهذا very يعني خلينا نقول possible. عشان هيك it is a good hydrogen bond donor, it acts as a good hydrogen bond donor مع اللي هو الـ binding site. شفنا إنه هي تشتغل مع السيرين، في عنا هون سيرين الأكسجينة تاعت السيرين hydrogen bond acceptor وهي hydrogen bond donor. احتمالية إنه يتغير هذا الحكي وتأكت as a hydrogen bond acceptor غير وارد، لأنه حكينا في عنا delocalization للone pair of electrons. هاي رقم واحد. رقم اثنين، إيش بدنا نحكي بأهمية هاي اللي هي الconjugated carbamate system اللي موجود عندي يا هون، لما نيجي نحكي على الionization لهاي المركبات، هل تتوقعوا إنها متأينة؟ شو رأيكم بتأين هذه المركبات داخل الأسامة؟ أسامة معانا. أسامة سامعني؟ سامعني. هل ممكن تكون متأينة؟ إذا بقول لك هي acidic, weakly acidic, very weakly acidic with a pKa around 10. شو رأيك بتكون متأينة؟ It's not gonna be ionized لأنه مثلاً لما نيجي نحكي على الفسيولوجيكال pH أو داخل الانتستين، الـ pH رح تكون 8 below الـ pKa value، يعني هي الـ pH more acidic، الميديا more acidic than اللي هو الـ compound نفسه الـ pKa value لإله، وبالتالي أنا بحتاج عشان هذا المركب يتأين بدي أكون على pH، يعني على pH 10 بيكون في عنا 50% ionization، على pH 11 بيصير 90% إلى آخره، فبدي high pH values higher than the pKa عشان أضمن أنا اللي هو التأين. هاي المركبات غير متأينة، وهذا الحكي بخلي إنه log D value لإلها دايماً مساوي للlog P value. These are دايماً هن lipophilic and these are lipophilic compounds. The oral absorption لإلهم by the way excellent good، يعني ما في أي مشكلة بالoral absorption. لكن بيجي سؤال إنه في عنا مركب زي مركب الأملوديبين، هذا الأملوديبين خليني أفرجيكم إياه، هي الأملوديبين اللي موجود عندي إياه هون، وطبعاً مش بس الأملوديبين حتى النيكارديبين، هدول بيحتوى على اللي هي أليفاتيك أمين. هاي الأليفاتيك أمين بتعطيهم إمكانية للتأين. طيب هاي إمكانية التأين كونها بس عبارة عن one amine group it does not highly affect يا جماعة lipophilicity أو خلينا نقول اللي هي passive diffusion of these compounds، oral absorption إلهم ممتاز، لكن بتساهم إنه أنا لو بدي أعطيه IV بقدر أكون منه salt سهل. وشفنا إحنا اللي هي لما حكينا على الكاربونيك أنهيدريز إنهيبيترز إنك مش أي مركب بتفكر إنك تعمل منه سولت، لازم يكون فيه أيونايزابل جروب بيسك أو أسيدك جروب، وهي الأسيدك جروب أو البيسك جروب لازم يعني تعطيني الإمكانية إني أعمل منها سولت يعني at a reasonable pH. يعني المركب زي الفيلودبين اللي ما فيه الأليفاتيك أمين لو بدي أعمل منه سولت بدي أعمل منه سولت على pH for example 12، وهذا إشي مش منطقي بالمرة أعطي أنا IV injection pH لإلها 12، إشي مش healthy إلى آخره. فأنا الأملوديبين بقدر أكون منه سولت سهل جدا إني أعمل منه سولت على pH 7، بنعمل منه سولت على pH 6، وممكن إني أعطيه for IV injection سهل جدا. كمان في نقطة تانية بتأثر على اللي هو الأملوديبين أو وجود الأمين هاي بتأثر على اللي هي الهاف لايف لهذا الستركتشر. كل ما كان المركب مور لايبوفيليك وخلينا نقول الايونيزيشن له ضعيف، كل ما وصل للي هو للليفر وصار له ميتابوليزم بشكل اسرع. فالمركبات زي لما نيجي نحكي النيفيدبين ومثلا مين للنيفيدبين، في عنا ايش في عنا مركبات
يمكن أكثر إشي النيفيدبين اللي هو خلينا نقول it's highly لا والله عندنا نيزلودبين. كل ما زادت lipophilicity of these compounds كل ما زاد إيش يا جماعة احتمالية الميتابوليزم لإلها. فبتكون half life لإلها 6 ساعات 10 ساعات أوكي. يعني ماكسيمم الأملودبين واحد من المركبات بسبب الأيونيزيشن تاعه لو بدي أقارنه بباقي اللي هم الكالسيوم شانل بلوكرز بلاحظ إنه الهاف لايف لإله بتوصل لتلاتين ساعة. 30 ساعة بسبب اللي هي الأيونيزيشن اللي موجود فيه اللي هو الأملودبين. طيب نيجي نحكي إيش بيجي عندي ايش الميتابوليزم اللي ممكن يصير. خلينا نشوف ايش الميتابوليزم اللي ممكن يصير على هذه المركبات. الميتابوليزم اللي ممكن يصير انه هاي ال1 فور دايهيدروبيريدين رينج، لاحظوا انه الاستراكشر مشقلب بس بدك تميز انت الاستراكشر حتى لما يجيك بالامتحان ممكن يجيك بالشقلوب. فانتوا حتى يعني نصيحه لكم لما تدرسوا المركبات بشكل كامل دائما طلعوا على الفارماكوفور، ما تحاول تاخذ صوره بصريه تقول هاي على اليمين وهي على اليسار. يعني لكن انت فكر بالفارماكوفور، فكر بالنومنكلاتشر احيانا بتساعدك اكثر من اي شيء اخر. فلما اقول لك 1 4 دايهيدروبيريدين هيها الرينج عندي اياها هون، عندي على الفور بوزيشن اللي هي الفور الاروماتيك رينج، فانا خلص عرفت على 3 والفايف بوزيشن في عندي 2 ايسترز. هون بقدر اني انا اميز هذه المركبات لما اشوفها شو ما كان شكلها وكيف ما كانت مرسومه، لانه احنا احيانا نستعمل الكيم درو عشان نرسم اسئله الامتحان. فالكيم درو احيانا بيعطيني مثلا مش بالضبط اللي هي الاستراكشر بطريقة الرسم اللي موجودة عندي بالسلايدات. anyway هذا بنعرف اللي هو الactive conformation بصير له metabolism oxidation على اللي هي الرينج بيعطيني البيريدين رينج. وحكينا البيريدين inactive صح، حكينا انه البيريدين هي inactive لا كل الأسباب اللي هي شرحناها. طيب هلأ في عنا شغلة تانية اللي هي ممكن نتساءل عنها اللي هي الإيستر لينكج اللي موجودة بهذه المركبات. ممكن يجي واحد يحكي طيب هاي الإيستر لينكج is it accessible to hydrolysis، علما بأنه لو صار لها hydrolysis كمان تعطيني inactive compounds، يعني أنا ما بدي يكون في عندي acidic group على هاي المركبات. طيب خلينا نشوف هاي الإيستر اللي موجودة في مركبات الـ 1,4 dihydropyridine خلينا نطلع عليها هون. شو رأيكم هي إحنا مسمينها إيستر وقبل شوي سميناها اللي هي ضمن الكونجوجيتد كارباميت. شو رأيكم بالهايدروليسز لإلها بشكل عام، يعني لو بدك توصف الهايدروليسز لإلها سهل ولا مش سهل؟ شو رأيكم يا جماعة؟ نشوف حدا من هالطلاب. طيب في عنا ديما، وينك يا ديما؟ ديما معانا؟ خالد؟ داود زمان ما سمعنا صوتك. يلا ديما، ديما دكتورة معك. طيب أول إشي ديما بعدين داود، يلا يا ديما. دكتورة معك. طيب احكي لي شو رأيك بالإيستر اللي موجود عندي؟ هل الإيستر هاي groups سواء على 3 أو على 5 position are they easily hydrolyzed ولا لأ؟ طيب من لا، على أي أساس رح أحكم؟ طيب أنا أحكي لك، أنت الهيدروليسز للإيستر شو بيصير؟ كيف بيصير؟ بده يصير في عندي نيوكليوفيليك أتاك صح؟ على الكربونة هاي السي دبل بوند أو صح ولا لا يا ديما؟ صح. طيب إيش اللي بيخلي الجروب هاي السي دبل بوند أو مثلا تحب يصير في عليها نيوكليوفيليك أتاك؟ شو الخاصية اللي فيها؟ شو هي تعتبر الكربونة هاي إيش بنعتبرها؟ إلكتروفيلك؟ شو رأيك؟ إلكتروفيلك؟ إنها تكون إلكتروفيلك. إلكتروفيلك صح. طيب قارني لي إياها هذه الإيستر جروب اللي موجودة هون بإيستر جروب تانية لو ما كان موجود عندي النيتروجين هاي. شو رأيك النيتروجين هاي شو ممكن تعمل باللي هي الإلكتروفيلستي للكربونة؟ هل بتزيد الإلكتروفيلستي؟ هل بتقللها؟ بتقللها. ليش؟ لأنه بتعمل إلكترون دونيشن صح باي ريزونانس. هاي هم الإلكترونات they move towards اللي هي يا جماعة اللي هي على الكربون هون، وبالتالي بتقل الإلكتروفيلستي of this carbon. فأولا من ناحية يعني
electronic electrophilicity. من ناحية electrophilicity, electrophilicity لإلها لهاي الكربونات قليل. هاي رقم واحد. رقم اثنين, تتذكري لما حكينا بالكيمياء الطبية واحد على الأسيتيل كولين أنالوجز, لما كنا نحط إشي هيك بلكي جنب الإيستر مشان أقلل الهيدروليسز لإله عشان أزيد duration of action لإله, تتذكري هاي الأفكار؟ آه. فإيش كنا نيجي نحط؟ نجيب نحط جنب الإيستر, أحط أنا جروب معين بلكي جروب. فأنا طبعاً هون متحقق الشرطين, أنا عندي أصلاً بلكي جروب جنب هاي الإيستر, إضافة إلى إنه يا جماعة إيش في عندي؟ في عندي اللي هو الكونجوجيتد كاربامات سيستم واللي بيقلل الإلكتروفيلستي. فهي الإيستر جنرالي مش سهل إنه يصير في عليها يا جماعة اللي هي هيدروليسز, فهي ستيبل. لكن في عنا واحد من المركبات اللي شارحين انه بيعطيني الكاربوكسيليك اسيد من اللي هو الايستر, من هو الكليفيديبين, بس اندايركت. ليش؟ لانه هو الكليفيديبين الايستر جروب نفسها في عليها انذر ايستر جروب. وشو اللي بصير؟ هاي الإيستر اللي هي الإكسترنال الخارجية اللي طالعة برا, هاي سهلة جداً إنه يصير في عليها يا جماعة هيدروليسز. أول دغري بيجي ووتر موليكول بعمل نيوكليوفيليك أتاك, إيش بتكون عندي؟ رح يتكون عندي, طلع إيش اللي رح يصير؟ رح يروح هذه كاربوكسيليك أسيد, وهون يصفي عندي OH. أكيد نعرف هاي اللي هي طريقة الهيدروليسز. طيب دائما حكيناها بالرينين, وحكيناها زمان لما حكينا عن ترانزيشن ستيت انهيبيترز, لما يكون في عندي اس بي 3 كربون واشوف عليها هاي الهيدروكسيل هون واكسجين من هون, شو بيكون؟ ستيبل ولا مش ستيبل يا داود؟ مش ستيبل دكتور, مش ستيبل. دغري هذه الاو اتش بتعمل دبل بوند او, بيطلع عندي فورمالديهايد اللي هي سي دبل بوند او وعلى الكربوني H و H بس, وهذه الأكسجين بتاخذ النيجاتيف تشارج تطلع على شكل اللي هي الكاربوكسيلات واللي بيعطيني اللي هو inactive compounds. هذا الكليفيدبين بدي أتوقع إنه مركب الهاف لايف له compared to other structures رح يكون أقل هاف لايف compared to other structures. في عنا بعض اللي هو المركب زي النيزلوديبين, بقول لك بصير الهيدروكسيليشن على الايزوبيوتيل ايستر بيعطيني ويكلي اكتيف ميتابولايت. خليني انا نشوف وين هو هذا المركب وذكروني ايش وات تايبس اوف اللي هي من الفارما اورجانيك. هذا المركب النيزلوديبين هياته بقول لك بصير هيدروكسيليشن على اللي هي الايزوبيوتيل ايستر جروب. تتذكروا إيش اسمه هذا داود؟ تتذكر لما يصير أكسيديشن على الألفيتك كاربونز؟ تتذكر لما يكون هون إيش بنسميه؟ الأوميجا, صح؟ آه أوميجا. أوميجا ناقص 1 exactly. وكمان ممكن يصير في عنا يا جماعة اللي هو أكسيديشن ألفا to the oxygen, بس هذا أكيد رح يكون يمكن يعني مش من الأكتيف ميتابولايز, لأنه once this happens أكيد رح يعطيني كليفج ظهر ويعطيني الكاربوكسيليك أسيد. فهو المقصود فيهم اللي هو أكسيديشن على اللي هو الأوميجا والأوميجا ماينس 1 بيعطيني still active but weakly active metabolite للنيزلوديبين. طيب هلأ نجي على إيش بدنا كمان نحكي شغلات نشوف والله إيش في أشياء نسيناها بهي المركبات, نقاط مهمة. بتهيأ لي إنه إن شاء الله غطينا مجموعة اللي هم الكالسيوم شانل بلوكرز. إن شاء الله إنه ما نسينا إشي مهم. في حدا عنده أي سؤال على هدول الكالسيوم شانل بلوكرز يا جماعة؟ على السار تاعها واضح مش واضح؟ أمورنا تمام إن شاء الله. طيب خليني بالله عشان ما يعني ما نكون ظلمناكم, لأنه في طلاب سألوني على اللي هو الإنالابريل والإنالابريليت, بس بدي أوضح الشغلة وإذا هي واضحة بالنسبة لكم. لأنه يمكن إحنا وقفنا عليها وبعدين كملت معكم الدكتورة إسراء, فوين إحنا رحنا؟
هذا الـ PKA values واضحة بالنسبة لكم يا جماعة؟ واضح فرق الـ PKA value ما بين اللي هي الأمين in the inalaprolate and the amine in the inalapril؟ في حد عنده أي سؤال؟ اللي عنده أي سؤال على هذا الموضوع رجاء ارفعوا إيديكم عشان نشرحها. إذا ما عندكم مشكلة فيها خلينا بس أحطيكم هالمعلومة و أوكي you are fine with it. خلينا بس معناته بس أعطيكم هالمعلومة لأنها إجتني من أحد الطلاب. المعلومة اللي هي بتحكي إيش المعلومة اللي بتحكي؟ سؤال أعطتني أو بعثت لي واحدة من الطالبات بتسأل إنه في عنا مركبات. لحظة شوية يا جماعة. صوتي واضح؟ السلام عليكم. سامعيني داود؟ سامعني؟ سامعيني. طيب. طيب في واحدة من الطالبات بعثت لي السؤال، السؤال فيه مجموعة من المركبات، هو من أسئلة السنوات السابقة. مجموعة من المركبات مختلفة طبعاً، ففي واحد من الأسئلة يمكن لأنه أنا ما تطرقت لها بال يعني بالشرح بس حبيت إني أكد عليها. واحد من الأسئلة حط مثلاً for example structure of an enalaprilate، والثاني حاطط نفس الـ structure of enalaprilate بس معه إيش؟ عليها CH3 substituted. والسؤال هو إنه مين المور بوتنت أو شو علاقة CH3؟ خلينا نقول بالبوتنسي. CH3 هاي السبستيتيونت اللي بتحطها على الأمين اللي هي تعتبر جزء من الميمك للترانزيشن ستيت، بتقلل من البوتنسي لأنه إحنا فعلياً هاي اللي هي تتراهيدرال كاربون اللي أنا بتهمني، هذه تتراهيدرال كاربون اتميمكس اللي هو إحنا حكينا سوري خلينا بالله لما يكون في عنا تتراهيدرال كاربون وصير في عندي أنا اللي هي بده يصير عندي كليفج للأميد بوند، في عندي هذا اللي هو الانترميديت هذا اللي تكون، وفي عندنا أنذر هيدروكسل موجودة هون صح؟ وحكينا إنه هاي اللي هن الهيدروكسلز they do coordination with the zinc إلى آخره. وبعدين بصير في عنا reformation للسي دبل بوند O وبصير cleavage للNH. هاي الNH ضمن اللي هي الترانزيشن ستيت، ضمن الانترميديت ستيت، وهي فعليا وجودها ضروري لأنها عم تعمل كمان interaction داخل catalytic site of the enzyme، وبالتالي لما انت تيجي تعمل عليها substitution بتقلل من إمكانية اللي هي intermolecular interaction. usually هاي المركبات بالعكس أنا بدي إياها، إيش اللي بيصير؟ إحنا بنعرف إنه مش هذا هو الactive form اللي هو للإنالابريل، الactive form اللي هو فيه الكاربوكسيلات، يعني اللي PKA هون في للأمين حكينا بحدود الثمانية، يعني بدها تكون متأينة على شكل NH2+. وهذه داخل الستركتشرز، داخل عفوا الكاتاليتيك سايت، داخل البايندينج سايت، بنلاقي انها هي فعليا عم تعمل جود انتراكشنز. وفرجيت الطلاب، خليني افرجيكم اياهم عشان يكونوا بالصوره، عشان نكون اعطينا المعلومات ان شاء الله كامله. في عندنا مركب، مين هو المركب؟ لا مش هذا، انت اوكي. طيب
هاد واحد يا جماعة من المركبات اللي هم الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيترز. عم بطلع على ايش يا جماعة؟ عم بطلع على عندي اللي هي حلقة البرولين وعليها الكاربوكسيليك أسيد جروب، وحكينا هاي ضرورية، بدونها يا جماعة ما بصير ارتباط مع اللايسين مع البيسك أمينو أسيد within الكاتاليتيك سايت. وهذا المركب واحد من المركبات اللي هم من الداي كاربوكسيليت انهيبيترز، اللي بعدين لاحظوا إنه إذا بزيد أنا الهيدروفوبيك بلك على البرولين رينج، بحط فيوزد رينج سيستم أو مثلا سبايرال رينج سيستم، بزيد أنا عندي اللي هي الأكتيفيتي بتعمل انتراكشن مع البايندينج سايت. هذه اللي هي السيدة بالبوند او بعد البرولين، بعدين عنا المثل المثل جروب اللي موجودة ألفا للسيدة بالبوند او، حكينا هاي زي ما شفنا بالديفلوبمنت للكابتوبريل انها بتزيد البوتنسيل. بعدين عندي النيتروجينة، هاي النيتروجينة اللي انا بدور عليها اللي ما بدي يصير عليها سبستيتيوشن، لانها لما اعمل عليها سبستيتيوشن يعني بخرب ارتباطها مع الريسبتر. ليش؟ لاحظ انها ايونايز، انا حاطة NH2 ومكونة اللي هي الاربع روابط معناته عليها اللي هي البوزيتيف تشارج. اولا بترتبط بالهستيدين، عندي رابطة مع الهستيدين، في عندي another bond مع اللي هي سيدة بالبوند O، بالإضافة إلى إنها بتعمل ionic interaction مع هيهاتها سيدة بالبوند O O اللي هي aspartic acid من ال binding site. أوكي، ولاحظ إنه اللي هي سيدة بالبوند O O اللي هي الكاربوكسيليك acid group اللي هي بتعمل كليشن هذا السفير اللي هون اللي هو الزنك، فبتعمل كوردينيشن مع اللي هو الزنك الموجود. ايضا في نقطه صحيح كمان عشان يعني نكون اعطينا الموضوع حقه، كمان طالبه سالتني على اللي هي ايش في عندي انا في الدايكربوكسيليت هون، هل في عندي فينيل إيثيل؟ اغلب المركبات تحتوي على فينيل إيثيل سبستيتوانت، هذا اللي هو الأوبتيمم فور بوتنسي. يعني إذا كان المركب فيه فينيل بروبيل بقلل البوتنسي لإله. المركبات اللي ما بتحتوي على فينيل usually are less potent، بتقلل البوتنسي لإلهم. يعني الفينيل جروب هي مهمة لإنها تميمكس، حكينا الفينيل ألانين أمينو أسيد ريزيديو بالأنجيوتنسين 1. فهذه اللي هي الأشياء الضرورية يا جماعة، أساس إنه ما نكون قطعنا شوية فيكم. وخليني أفرجيكم بس finally okay perfect. خلينا نشوف بس هي مجموعة المركبات فنشوف اللي هم مجموعة الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيترز، كل الدايكربوكسيليتس بيحتوى على فينيل إيثيل، فينيل إيثيل نفس الشيء لزينوبريل فينيل إيثيل، إلا البرينيدوبريل اللي هو it's expected to have a lower potency يعني higher IC50 value compared to other structures. مين اللي مختلف؟ اللي هم الفوسفونات انهيبيترز. ليش مختلفين الفوسفونات؟ ليش؟ لأنها أصلاً أنا السبيسينج ما بين الكاربوكسي تيرمينال والترانزيشن ستيت ميميك قل، فأنا طولت من الجهة الثانية اللي هي الفينل جروب عشان إني أعوض هذا الفرق بالسبيسينج. في حد عنده يا جماعة أي استفسار قبل ما نروح على اللي هم مجموعة الأنتي هايبر ليبيديميكس؟ أمورنا تمام؟ طيب نيجي على توبيك جديد. شو هو التوبيك الجديد؟ اللي هو مجموعة الأنتي هايبر ليبيديميكس اللي رح نبدأ فيهم. بتفصيل بسيط لما نيجي نحكي أنتي هايبر ليبيديميكس أوكي هن رح ندرس طبعاً في مجموعة من الكومباوندز، في عنا البايل أسيد سيكوسترنتس هدول رح ندرسهم، في عنا اللي هم الفايبريت أو الفينوكسي أيزوبيوتريك أسيد ديريفاتيفز، وفي عنا بعدين رح نحكي عن مجموعة الستاتنز اللي هو هيدروكسي مثل البلوتريل أو الـ HMG CoA ريدكتيز إنهيبيترز. الناس والإزتيماب معروفين إنهم كمان they reduce
اللي هي الهايبرليبيديميا او هذه ان افكت على الفري فاتي اسيد ميتابوليزم، بس مش راح نركز عليهم. فنبدا يا جماعه بموضوعنا، لانه احنا بدنا ناخذ اول مجموعه اللي هي البايل اسيد سيكويسترنت. خلينا بس ناخذ فكره عنهم وايش هو البايل اسيد وكيف انا بشتغل على هدول المجموعه المركبات. اولا لما اجي انا احكي راح نحكي بالمجموعات اللي هي البايل اسيد سيكويسترنت، وبعدين نجي نحكي كيف بيشتغلوا بالضبط. البايل اسيد سيكويسترنت هم مجموعه، هي في عنا من الامثله اللي عليها في عنا الكوليسترامين، كوليستيبول، كوليسفلام. هدول المركبات بالعاده بالعاده to treat hypercholesterolemia. hypercholesterolemia يعني they lower اللي هو الكوليسترول في البلد. هن منصنفهم as anion exchange reasons. وخلينا نيجي نتطلع على هدول المركبات. they bind selectively and exchange negatively charged atoms or molecules with one another. ماشي الحال. فخلينا نشوف واحد من المركبات اللي هو أول مركب الكوليسترامين. شو هو الكوليسترامين؟ بقول لك هو عبارة عن بوليمر. بوليمر مكون من mainly ستايرين. عملت بوليمرايزيشن للستايرين مع الدايفين البنزين، لكن كمية ستايرين إجمالاً أكتر. بالإضافة إلى إنه إيش اللي بيهمني فيه؟ اللي بيهمني فيه مجموعة اللي هي الكواترنري أمونيوم جروبس. هاي اللي هي بتحمل الشحنة الموجبة. هذه اللي هي إيش بتعمل؟ بتروح على البايل أسيدز وبتعمل ارتباط معها لأنها أسيدك، لأنها they hold a negative charge، فبتعمل ارتباط معها. وإيش اللي بيصير؟ هذا الارتباط قوي جداً، بحيث إنه شو بيصير يا جماعة؟ بيصير elimination للكوليسترامين مع اللي هم البايل أسيدز، وبروحوا بصلهم elimination بالفيسز. طيب نشوف شو بيهمني هذا الحكي. خلينا نرجع backward ونشوف الميكانيزم أو شو أهمية هذا الحكي وشو دوره في اللي هي إنه يقلل البلد كوليسترول. طيب زي ما إحنا شايفين الكوليسترول أو بشكل عام إحنا بنعرف إنه البايل أسيدز هدول وين بتصنع؟ بتصنع بالليفر، بروح بصير لهم تخزين في الجول بلدر. لما الواحد ياخد ميل، وهي الميل خاصة إذا كانت containing fat بصير ريليز لهي اللي هي البايل سولتس. هذه البايل سولتس بتساهم في عملية الإمالسيفيكيشن لهدول اللي هم الفاتي كومبوننت داخل الدايت عندي، وبتساهم أيضا في عملية الأبسوربشن لبعض اللي هم الفات سوليبل، فور إكزامبل فيتامينز أو كومبوندز اللي هايلي فات سوليبل، زي مثلا عم نحكي على الفيتامينز A ودي وكي. فوجود هذه البايل سولتس ضروري لعملية الامتصاص. طيب نيجي على الليفر. الليفر بيحتوي اللي هو فيه الكوليسترول. الكوليسترول بواسطة أول إنزيم اللي هو اسمه 7 ألفا هيدروكسيلاز بيحول الكوليسترول لمركبات أخرى. In several steps بيعطيني اللي هو مركب الكوليك أسيد. طبعاً هو عبارة عن بايل أسيد فيه أسيدك فانكشنال جروب. نعرف الليفر أخذتوها بالفارما أورجانيك إيش بعمل؟ دايماً في عنا conjugation للأسيدك جروبز، الconjugation بأمينو أسيدز. أمينو أسيد such as glycine، زي هون أنا في عندي C double bond O، بعدين حطينا اللي هو الجلايسين أمينو أسيد، وتكون عندي أنا بعدين إيش بنسميه اللي هو البايل سولت. يعني كونته على شكل سولت. شو الهدف من هذا الحكي؟ هدف إني أنا أزيد الwater solubility of this compound. هذا bile salt dissociable، يعني إذا تتذكروا يا جماعة أخذنا بطبية واحد بعض salts dissociable بعض salts non-dissociable. هذا salt dissociable لأنه هو مرتبط بصوديوم أيون، فسهل dissociation لإله. كانت بالعادة لما تربطه بإشي high molecular weight تعمل salt، هون بهذه الحالة بيعطيني undissociable salt. فأنا لا ربطته بأيون low molecular weight، سهل إنه يصير في عندي dissociation.
فبتكون عندي اللي هي هذا اللي هو البايل سولت اللي بصير له ديسوسيشن بيعطيني سي او او ماينس وايونات الصوديوم اللي هي بتحمل البوزيتيف تشارج. الفكره من الكوليسترامين الكوليسترامين زي ما احنا شفنا هو عباره عن بوليمر ضخم جدا وفي عليه كواترنري امونيوم جروبس. ولما اقول كواترنري يعني الشحنه اللي عليهم شو مالها بيرمننت يعني ما بتتاثر بالبي اتش. بالستومك بتضلوا عليه شحنه موجبه، بالانتستين بيكون عليه شحنه موجبه، دائما في عليه هذه الشحنه الموجبه. الكوليسترامين بيجي بيرتبط بالبايل اسيد هذه اللي هو الاسيدك فانكشناليتي عفوا النيجاتيف تشارج اللي عليها، انا اسفه بالبايل سولت اللي هي بالنيجاتيف تشارج اللي عليها. وشو بصير البايندينج اللي بيناتها بيكون كتير تايت، بيكون نون ديسوسيبل سولت، بيكون ايش نون ديسوسيبل سولت، بحيث انه بصير طرح لا اللي هو لا الكوليسترامين مع اللي هو البايل اسيدز كلياتهم بيروحوا بالفيسز. طيب بالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي لو انا ما صار طرح للبايل اسيدز من اللي هي الانتستين، طبعا هي اشتغلت شغلها وعملت الامالسيفيكيشن، بعدين ايش بصير في عنا؟ بتروح من ضمن اللي هي الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن وبترجع للليفر. لما ترجع للليفر شو بصير؟ هذا الانزيم اللي هو 7 الفا هيدروكسيليز ترتبط فيه هذا الجلايكوليت انا اسفه، وبيعملها بيعمل لل7 الفا هيدروكسيليز بيعمل عمليه فيدباك ميكانيزم، بقولها انه خلص احنا وي هاف انف اوف ذيس بايل سولز، فما في داعي انك تطلع زياده من اللي هي هاي البايل سولز، ما في داعي تكون انف زياده خلينا نقول تحول مور كوليسترول انتو كوليك اسيد، فبعمل فيدباك ميكانيزم. اوكي طيب في حال اني انا وهيك انا بحافظ على احتياط الكوليسترول اللي عندي في الليفر ماشي الحال، لكن انا لما استخدم الكوليسترامين بيجي بعمل سيكوستريشن لهاي الجلايكوكوليت. وشو بعدين بصير؟ بصير هو كالتالي انه انا هذا بينطرح بالفيسز، فما في عندي الفيدباك ميكانيزم على ال7 الفا هيدروكسيليز، بضل الليفر يشتغل على انه يحول الكوليسترول لكوليك اسيد، والكوليك اسيد اجين كمان بتحول للسولت اللي بصير له طرح، وبالتالي الليفر بحاول انه يستنفذ كميه الكوليسترول اللي موجوده بهدف، وهذا طبعا في النهايه بيقلل لي اللي هو الكوليسترول اللي موجود في البلد. وبهي الحاله بيشتغلوا از lowering للبلد كوليسترول هذول الكومباوندز. واضحه هاي النقطه اكيد. طيب نيجي على هذا الكوليسترامين نطلع عليه، نطلع على الستركتشر تاعه. زي ما حكينا هو عباره عن بوليمر. طيب هذا البوليمر شو رايكم هل راح يصير له امتصاص؟ انا شو بدي منه يعني؟ بدي اصلا يصير له امتصاص ولا ما بدي يصير له امتصاص؟ سوري، بدي يصير له امتصاص ولا ما بدي يصير له امتصاص؟ شو رايكم؟ في عنا غنى فراس. غنى يا غنى وينك يا غنى؟ دكتورة معك. غنى هذه المركبات بحتاج انه يصير لها امتصاص ولا بكفي انه يكون شغلها لوكال داخل الانتستين؟ هلا هي بصير لها امتصاص لان هي ايونيك يعني. لا طيب انا احكي لك، انت متخيلة هاي المركبات اول اشي خليني احكي لك شوية هيك بروبرتيز لها. هي عبارة عن بوليمر حجمها جدا كبير وفي عليها هاي التشارج البيرمننت تشارج، فهل تتوقع انه هذه في اي طريقة انه يصير لها امتصاص يعني passive diffusion؟ اكيد لا صح؟ لا لهيك لازم تضلها local. فهي فعليا الشغل تاعها local، ما في داعي يا جماعة اصلا يصير لها امتصاص، لانه انا اصلا ما بدي يصير لها امتصاص، انا بدي تاخد هذا البايل اسيد اللي يفرز من gold bladder وخلص that's it، يصير له elimination by feces. فهي نقطة اللي هي بدنا نعرفها انه هو اصلا ما بيصير لهم امتصاص، ما بيصير لهم امتصاص لطبيعة الستركتشر هذا، هو عبارة عن ستركتشر ضخم polymer. حتى it is
بالرغم من البوزيتيف تشارجز اللي موجوده عليه الواتر سوليبيليتي له مش موجوده. يعني انت لما تيجي تحضره ما بعرف اذا انتم بتشوفوه بالصيدليه هو عباره عن مثلا باودر موجوده بساشيتس او احيانا علبه تفتحها بتطلع الباودر بتحطها بكاسه مي بتعمل منها سسبنشن ما بتدوب بالمي لا يذوب في الماء. فاي شيء كمان مركب اصلا ما بيدوب في المي فاحتمالية إنه يصير له absorption كمان ما بتصير. إحنا حكينا دائماً المركبات بحتاج إني إذا بتذكروا من كيمياء طبية واحد بحتاج إني أذوبها في الجي آي فلويدز لحتى يصير لها امتصاص. هاي المركبات بكل الأحوال لا أنا بدي إياها يصير لها امتصاص ولا هي رح يصير لها امتصاص بكل الأحوال بسبب الذائبية وبسبب أصلاً المولكولار ويت العالي لإلها بسبب التأين العالي لإلها. فهي إحدى النقاط اللي هي مهمة في هاي المركبات. لكن خليني أحكي لكم هذا الكوليسترامين عشان نفهم كيف طريقة ارتباطه في البايل أسيدز. لاحظ إنه الكوليسترامين أنا لما أعطيك إياه بعطيك إياه على شكل سولت مع اللي هو الكلورايد أيونز. أجين هذا لما أحطه أنا بالجي آي فلويدز أو بالمية تاعتي وباخده بفوت على الجي آي فلويدز بيكون صار سهل يصير له ديسوسيشن. ولما أقول ديسوسيبل سولت مش معناته يا جماعة بالضرورة إنه يكون ووتر سوليبل. يعني رح يصير ديسوسيشن الكلورايد أيونز رح تبعد عن البوزيتيف تشارج اللي على الكواترنري أمين وتضلها الكواترنري أمين شبدها هون ساعتها. بس يجي عندي البايل أسيد اللي عليهم النيجاتيف تشارج دغري بترتبط على فيها. طيب ليش ارتباط هاي البايل أسيدز قوي؟ بدنا نتوقع يعني احكوا لي شو سبب انه ممكن يكون ارتباطها قوي. يعني ليش ممكن تحب انها ترتبط بالكوليسترامين؟ شو رأيكم؟ في عنا مؤمن معانا يا مؤمن. نور صياحين، نور معايا اليوم يا نور؟ نور معاي اليوم يا جماعة اللي ما بجاوب معاك. يلا كويس عشان ما أحطكم غياب. يلا يا نور شو ممكن أسباب تخلي ارتباط البايل أسيد بهاي المركبات سترونج؟ أنت عندك البايل أسيد شفتي اللي هو نفس اللي هي حلقات الكوليسترول لكن فيه اللي هي الأسيد جروب اللي هي وفيها النيجاتيف تشارج. شو رأيك اللي بيخلي ارتباطها قوي بهاي اللي هي المركبات زي الكوليسترامين؟ أول إشي في عندي أيونيك انتراكشن ولا لأ؟ في عندي أيونيك انتراكشن. طيب كتير حلو. رقم 2 في عندي سترونج فاندر فال انتراكشن ولا ما عندي سترونج فاندر فال؟ المفروض لانه شوفي انت عندك كل هدول الستايرينز كلهم والدايفينيل بنزين وايش انا عندي مركب هايلي اصلا لايبوفيليك انا مشتق من الكوليسترول فالاصل فيه هاي اللي هي خلينا نقول اللايبوفيليستي اللي هو الاسترويدال سكيليتون فرح يكون ارتباطه اولا ايونيك ورقم ثاني اللي هو فاندرفال. وهذا كمان مش بس هيك كمان الفكرة من هون لما كنا نحكي على low dissociable salt هاي اللي dissociable salt هذا المركب رح يكون ما رح يصير له dissociation once إنه بتكون هذا salt خلص تكون salt وصعب إنه يصير لهم dissociation من بعض. مشان هيك بنطرح مع الفيسز كلهم هذا اللي هو الكوليسترامين مع البايل أسيدز. هاي شغلة تمام. إذن هون فهمنا ليش بصير هاي عملية الارتباط. ليش مثلا يعني ممكن يجي واحد يقول لي طب هو على أي أساس يفضل البايل أسيدز على الكلورايدز؟ هو الفكرة إنه أنا بصير سهل يصير عندي ديسوسيشن من الكلورايدز ماشي الحال أيونز وبعدين ونس إنه بلاقي نيجاتيف تشارج من البايل أسيد أكيد رح يرتبط فيها مع الفاندرفال انتراكشن بصير عندي لو ديسوسيبل سولت. هذا بخلي إنه خلص أنا عملت سيكوستريشن لكل البايل أسيدز. طيب نيجي لأمثلة أخرى غير مختلفة عن الكوليسترامين. نشوف في عنا اللي هو كوليستيبول. الكوليستيبول خلينا نطلع على هذا الستركتشر هو عبارة عن بوليمر بس لاحظوا الفرق بينه وما بين اللي هو الكوليسترامين. هو عبارة عن سكندري أمين هاي تيرشري أمين في عندي عفوا هاي حتى تيرشري أمين تيرشري أمينز هون في عنا تيرشري
هون عفوا سكندري بطلت اعرف احكي يا جماعه شو كنا بدنا نحكي سكندري امينز تيرشري امينز مجموعات ولا واحدة فيهم عباره عن كواترنري. شو معناته هذا الحكي؟ هل هو الايونيزيشن او التأيون له بي اتش ديبندنت ولا بي اتش اندبندنت؟ شو رايكم؟ التأيون له بي اتش ديبندنت ولا بي اتش اندبندنت؟ دكتورة بي اتش ديبندنت. صح، بي اتش ديبندنت يعني رح يفرق يا جماعة تأيونه حسب البي اتش. يعني أنا بالستومك رح يكون هايلي ايونيزد، لما يروح مثلا على بي اتش 5 بصير الايونيزيشن له اقل شويه، بعدين لما يوصل على الانتستين يعني بيكون اولموست ممكن يكون مثلا بدناش نقول 50% ايونيزيشن. هذه المجموعات يمكن لانها ميني بيسك ستراكتشرز كلياتهم جنب بعض يمكن بي كي ال لها تكون شوي اقل من 8، فممكن يكون يعني مش هداك التأيون له، ماشي الحال. فمشان هيك بالرغم يا جماعة بالرغم من إنه بيحتوي على high nitrogen content داخل الكوليستيبول واللي هي أكثر حتى مقارنة بالكوليسترامين، لكن بسبب اللي هي إنه ولا واحدة من هاي النيتروجينات هي فيها permanent positive charge، فال functional anion exchange capacity of the resin depends على الانتستينال pH and maybe less than كوليسترامين، رح تكون قدرته على إنه يعمل هذا الانيون exchange ويعمل sequestration bile acids أقل من الكوليسترامين بسبب اللي هي pH dependency اللي له، ماشي الحال. إضافة إلى إنه بيعتمد على الفود انتيك اتسترا اتسترا ترى أنت إيش ماخذ بالأكل. طيب طيب إيش في كمان إشي بدنا نحكي؟ طبعاً هدول المركبات زي ما بقول لك هي ريزن لأنهم هم على شكل بوليمر، فهم مركبات مش ووتر صوليبل من المرة. في عنا مركب اللي هو تاني اللي هو الكولزفلام، هذا المركب هو شوية أعطاني هاير بايل سولت سيلكتيفيتي، هلأ رح نحكي عنها شوية بزيادة. هذا بيعطينا فيور دراج دراج انتراكشنز اللي هلأ رح نحاول إنه نحكي عليهم شوية صغيرة. طيب fragment A هو بتكون من نفس الشيء it's a polymer مكون من different fragments. fragment A اللي هي عبارة عن primary amine، fragment B بتحتوي على secondary و quaternary amine B عفوا، وفي عنا fragment C two secondary amines دي عبارة كمان عن secondary amine. هذا المركب طبيعة الستركتشر تاعه طبيعة البوليمر اللي مكونه اوكي بتعطينا higher selectivity للبايل سولتس، وهي شغلة كويسة انه هلا نحكي انه لما نحكي على اللي هي اللو سيلكتيفيتي فور اكزامبل كوليسترامين بيعمل عندي مشاكل، هلا راح نشوف شو هي، بيعمل عندي دراج دراج انتراكشن. طيب هذا المركب بالرغم كمان انه فيه كل هذا نيتروجين كونتنت، بالرغم من عم نحكي انه هو له حسنات كويسه، الشغل تاعه مش بي اتش ديبندنت. ليش؟ لانه بكفي إنه فيه one quaternary amine group which is enough بحيث إنها تعمل عندي اللي هي sequestration. other amines لو كانوا ionized ممتاز، لو ما صار ionization at least عندي اللي هي ionizable group ممكن تعمل عندي sequestration. تمام. طيب نيجي نحكي على هذا المركب طبعاً insoluble ماشي الحال، مع إنه بيكون لي إشي بنسميه hydrophilic gel لكن بسبب الـ high molecular weight لإله insoluble. نفس الإشي هاي المركبات كلياتها كلياتها water insoluble not absorbed from the they do not cross the GI membranes، حتى هم metabolically inert ما بصير عليهم أي metabolic inactivation etc etc etc. طيب هذه المركبات ايش حكينا مشكله مركب يعني الكولزفلام فيه يعني ادفانتج اوفر اذر ستراكشر زي مثلا كوليسترامين اللي هو اللي هي في له بايل سولت سيلكتيفيتي وهذا ات لورز دراج دراج انتراكشن. خلينا نتفرج بالله على هذا السلايد اللي هي بحكي لي على مجموعه الدراجز اللي ممكن تعمل انتراكشن أو ممكن إنه تقل الأورال بايو أفيلابيليتي لإلها لو باخدها بنفس الوقت مع مثلاً كوليسترامين.
وهن محد يعني مثلا لو ما ترجع لمصادر مختلفه بقول لك كولسفلام مش كثير بيعمل دراج دراج انتر اكشنز. مين اللي مين اللي بيعمل عنا اللي هو الكوليسترامين. خلينا نجي نطلع على الكوليسترامين والكوليستيبول حتى ممكن كمان يعمل دراج دراج انتر اكشنز بس تو ا فيور اكستنت كومبيرد الكوليسترامين اكثر شيء. والله اطلعوا لي على هاي المركبات واحكوا لي شو شايفين فيها شيء كومن. ايش الاشي الكومن اللي شايفينه بهاي المركبات يا جماعة؟ في عندي روان عدنان الشهاب. روان يا روان معانا؟ روان روان معي؟ طيب مين في معانا هون؟ تسنيم. تسنيم احمد. تسنيم احمد معانا يا تسنيم؟ ولا جهاد؟ أوكي تسنيم معنا. دكتورة موجودة. تسنيم طلعيلي على هاي المركبات وأنا بحكي لك يعني في عنا مراجع بتقول لك إنه الكوليسترامين بيقلل الأورال بيو أفيلابيليتي أوف ذيس كومباوندز. فأنا مجبورة هي هو الإنديكيشن مش إنه at least one hour before إنك يعني بدك تأخذ هاي الدراجز إذا ناوي تأخذها مع الكوليسترامين انت بتاخدها قبل بساعة مثلا او لساعتين او بعد ما تاخد اللي هي البايل اسيد سيكوسترانس بمثلا باربع ساعات الى اخره. وكل ما فرقت بالوقت بينهم كل ما كان افضل. فاحكي لي شو بيميزهم هاي المركبات؟ ايش في اشي كومن؟ هلا في كتير يعني مجموعات نيتروجين واكسجين فيمكن لها دخل. طيب اسمعي هو هذا البايل اسيد سيكوسترنت الكوليسترامين ايش بحب يرتبط بايش؟ هو فيه بوزيتيف تشارج. هو بحب يربط بايش؟ ب نيجاتيف اكيد نيجاتيف تشارج. طيب تيجي على السيترزين فيه كاربوكسيليك اسيد صح. طيب فانه ممكن تتأين صح تتأين على الانتستينال بي اتش 100% متأين عليها نيجاتيف تشارج. الاسبرين كمان عليه نيجاتيف تشارج اللي هي كاربوكسيليك اسيد. الفلوفاستاتين اللي هو واحد من الدراجز اللي بناخذها كمان ليبيد لورينج دراجز كمان فيه اسيد جروب. هذا رح نحكي عليه ان شاء الله يعني المحاضره الجايه. الميثوتريكسيت نيجي على بعض الفينوباربيتال. مين بتذكر الفينوباربيتال؟ شو ماله الفينوباربيتال؟ بتذكروه من كيمياء طبيه واحد ايش قلنا؟ اسيدك يا جماعه درسناها أسيدك بسبب اللي هي الكونجيجيشن على اللي هي السيدة بالبوند أو من الجهتين. فهاي الفينوباربيتال أسيدك بصير أيونيزيشن بيعطيني N minus. فكل هذه المجموعة اللي هي المجموعات كلياتها تحتوي على كاربوكسيليك أسيد. سهل يا جماعة إنه يصير لها سيكوستريشن وبالتالي أنت بتاخدها زي كأنك ما أخذتهاش في النهاية. يعني بدك مثلا تروح تاخد جرعة تانية ما بتستفيد منها. في عنا بتتذكروا هذا المركب؟ قادرين تشوفوا شو هو هذا الستركتشر؟ مين متذكره؟ أذكركم أخذناه ضمن مجموعة اللي هم الديوريتكس. شو قلنا؟ هو عبارة عن انثرانيليك اسيد ديريفاتيف. مين متذكره؟ مين متذكره؟ من دكتورة صحت لوب ديوريتكس. اكزاكتلي ممتازه احسنتي برافو عليكي. اللي هو الفيوريزمايد كمان هذول المركبات بشكل عام حتى الثيازايد والثيازايد لايك ديوريتكس كلهم فيهم اسيدك جروبز اللي هي السلفونيميد جروب اللي شفناها. وهذول اللي هم الهاي سيلينج لوب ديوريتكس كمان كلهم بدك تراعي انك لما تيجي تاخذهم يا جماعه تنصح المريض او انت كصيدلاني بدك تنصح المريض هذا ما بينعطوا مع بعض. بدك تاخذ هاي الدراجز قبل بساعه او ساعتين لحتى تضمن انه يصير لها امتصاص. بعدين بتاخذ انت اللي هو الكوليسترامين. ايضا بعض اللي هم اذر دراجز زي مثلا لما نيجي نحكي اللي هم بشكل عام الكورتيكوسترويدز اللي هم فيهم الكوليسترول أو استرويد السكيلوتون سواء نحكي على كونتراسبتيفز أو مثلا لما تيجي تحكي السبايرونولاكتون. نتذكر السبايرونولاكتون أخذناه كلهم اللي فيهم استرويد السكيلوتون أو مجموعة اللي هم الكارديك جلايكوسايدز اللي كمان فيهم استرويد السكيلوتون زي الديجوكسين. كلهم هدول مجموعات بتتوقع إنه يقل امتصاصهم لما يصير في عندي لما اخذ انا البايل اسيد سيكوسترنس لانه اصلا البايل اسيد
اللي أنا بتفيدني في عملية امتصاص هذه اللي هي الدراجز. حتى you need for example vitamin C. vitamin C اللي هو الأسكوربيك أسيد ممكن كمان يصير له sequestration. أحياناً بتحتاج أنك تعمل supplementation اللي هم الفات soluble vitamins لما تأخذ هاي المجموعة من العلاجات بسبب أنه هي بتقلل اللي هو oral absorption of these compounds. واضحة هاي المجموعة من المركبات bile acid sequestrants؟ في حدا عنده أي سؤال عليها يا جماعة؟ في حدا في إشي مش فاهمينه من هذه المركبات؟ أمورنا تمام. بتحبوا شو رأيكم ننتقل اللي هم معانا 13 دقيقة ننتقل لجروب جديدة من المركبات، وهلأ رح ندرسها ونحاول إنه هيك نفهمها. هي مركبات خفيفة لطيفة ورح نستوعب شوية هيك بعض المواضيع اللي فيها. في عنا مجموعة اللي بنسميها الفايبريتز. شو هن هدول الفايبريتز؟ أو اللي هن they fall within اللي هي نسميهم phenoxy isobutyric acid derivatives الفايبريتز. هاي الفايبريتز كان في عنا زي نوع من اللي هي بسموها random screening لمجموعة من الأرل. أرل خلينا نحط تحت يا هايلايت أرل أوكسي isobutyric acids، ووجدوا إنه هدول المجموعة المركبات أرل أوكسي. شو يعني أرل أوكسي؟ هياتها أرل أوكسي، وهذا إيش بنسميه؟ isobutyric acid. ليش اسمه isobutyric acid؟ لأنه أنا في عندي أربع ذرات كربون وهم مش لينير، فأنا إيش في عندي يا جماعة؟ في عنا اللي هو كربونة واحد اثنين ثلاثة أربعة. This is isobutyric acid صح؟ هدول بوجدوا إنه هاي المركبات عندها قدرة على إنها تقلل يا جماعة اللي هي الكوليسترول والتوتال ليبيد ليفلز. هذه إيش بتعمل؟ أو سموهم بعض المركبات اللي هم أول مركب كان منهم الكلوفايبريت، ماشي الحال. أول مركب اشتغلوا عليه اللي هو الكلوفايبريت اللي فيه البدال أنا الكاربوكسيليك أسد إيش أنا حاطة اللي هي الإيستر لينكج، ماشي الحال، على اللي هو الكاربوكسيليك أسد، ماشي الحال. وجدوا إنه هو عبارة عن برودرج الأكتيف فورم له اللي هو الكلوفايبريك أسد، يعني it needs to have this carboxylic acid هيك طالعة وإكسبوزد واضحة عشان إن هي تعمل الانتراكشن مع التارجت تاعها. هلأ بدنا نعرف مين هو التارجت، ماشي الحال، لهدول الكلوفايبريتس عشان نفهم إيش اللي بدنا إياه منها. أوكي خلينا نشوف بالله قبل ما نروح على هاي المجموعة المركبات نفهم إيش هي هذه المركبات أو الفايبريتس وين التارجت تاعها عشان نستوعب structure activity relationship تاعتها. إذا أنتم شايفين هون بالرسمة اللي بالأسفل، هي أخذتها من الويكيبيديا يا جماعة بس عشان شوي هيك توضح لكم الصورة. التارجت للفايبريتس أو الفينوكسي إيزوبيوتريك أسيد هو عبارة عن البروتين اسمه أو اختصاره PPAR ألفا. هيني أنا عم بأشر عليه، ماشي الحال. PPAR ألفا اللي هو اختصارا لبيروكسيسوم بروليفريتور أكتيفيتد ريسبتر ألفا. أوكي هذا عبارة عن بروتين. إيش شو ماله هذا البروتين؟ It's a nuclear receptor. شو يعني؟ موجود على اللي هي على النيوكليوس. و it acts as a transcription factor. تتذكروا لما حكينا على السبيرونولاكتون وعلى المينرالوكورتيكويد ريسبتر، حكينا إنه المينرالوكورتيكويد ريسبتر موجود داخل السيتوبلازم، بفوت على النيوكليوس وبيحفز إنتاج البروتينات اللي مسؤولة عن عملية اللي هي reabsorption للصوديوم والأيونز، وبالتالي إحنا كنا بدنا نعمل له inhibition. هلأ هذا الـ PPAR ألفا هو كمان النيوكليار ريسبتر مسؤول عن إنتاج البروتينات once إنه بصير له activation. ومين اللي بيعمل له activation؟ مين اللي بيرتبط فيه؟ إيش هاد مكتوب يا جماعة عندي هون؟ إيش شايفينها هذه الكلمة؟ fatty acid. شو fatty acid؟ fatty acid تعرفوا شو هي الفاتي acids؟ الفاتي أسيدز وأسيدز من اسمهم بترتبط فيهم
تعمل عليهم activation. لما يكون عنا الفري فاتي أسيدز داخل البلد عالي، مستواها عالي، تيجي بترتبط بهاي البي بي اي ار الفا، بتقوم بتحفزها وتعملها activation بحيث انها زي ما قلنا it act as transcription factors. they promote عملية اللي هي expression of بروتين اسمه lipoprotein lipase. شو هو lipoprotein lipase؟ اللي هو بيحاول، وكمان بيحاول انه يحطم اللي هو اللايبوبروتين، او يحل خلينا نقول اللايبوبروتين، بحيث انه يسهل في عملية الاكسيديشن للفري فاتي اسيدز. وهذا طبعا في النهاية انت لما تعمل ميتابوليزم للفري فاتي اسيدز ايش بتقلل؟ بتقلل اللي هي الفاتي اسيدز والترايغليسرايدز اللي موجودين داخل اللايبوبروتينز. فزي كأنك بتحاول ترفع يا جماعة اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين، وتقلل مستوى اللو دنسيتي لايبوبروتين والفي ال دي ال. يعني اختصارا عملها وظيفتها هاي البروتينات انها بتحس بزيادة اللي هم الفات اللي موجود في البلد، وبالتالي بتحاول انها تحطم او تعمل اكسيديشن للفات بحيث انها تعمل بالانس داخل السيستم. هاي هي وظيفتها. معناته شو المهم اني انا، هل بهمني بهذه البروتينات، هل بهمني اني اعملها اكتيفيشن يا جماعه ولا اعملها انهيبيشن؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ مين في عن نشوف حدا؟ طيب معاذ العبويني، معاذ معانا؟ يا معاذ مؤمن، حكينا مؤمن معانا، مؤمن. طيب في مين في عنا؟ أسامة خلف الحسن. أسامة الحسن. رؤى في حدا رافع إيده؟ نشوف مين اللي رافع إيده. أسامة خلف الحسن، تفضل يا أسامة. يلا أسامة، برأيك حسب الميكانيزم اللي هلأ شرحناها، هل بهمني أعمل activation لهدول البروتينات ولا بهمني أعملها inhibition؟ يلا يا أسامة. أسامة مش قادر تحكي. طيب أنا رح أجاوبكم. الجواب هو إنه يلا أسامة دكتورة. activation بالضبط، بدي أعملها activation. طيب اسمع، بما إنه يا أسامة أنت معانا، بدي أعملها activation. الإندوجينس ليجنز اللي بترتبط فيهم هي إيش اسمها؟ هي عبارة عن فاتي أسيدز، أسيديك صح؟ أسيديك، وفيها very high hydrophobic tail صح؟ مش هي هي الفاتي أسيدز؟ الفاتي أسيدز هي عبارة عن، في عندي hydrophobic tail، وآخر إشي بيجي عندي الكاربوكسيليك أسيد. فإيش بدي أتوقع لما بدي أجي أنا أربط أنا مركب محل الفاتي أسيدز؟ بدي أتوقع إنه at least بدي يكون فيه كاربوكسيليك أسيد جروب، أكيد إشي أسيدك، وبده إشي لايبوفيليك. هل مجموعة اللي هي زي الجيم فيبروزل، هل بتوقع إنه بيشبه فيه شبه، في تشابه ما بينه وما بين الفاتي أسيدز؟ شايف في تشابه؟ أنت في تشابه، في عند الكاربوكسيليك أسيد جروب، وهي اللي هي ضرورية essential، وفي عندي كمان اللي هي بالضبط اللي هي الهيدروفوبيك جروب. وحتى هاي المركبات they have high flexibility، فيها نوع من الفلكسبيليتي to fit inside هذا الريسبتر، زيه زي خلينا نقول الفاتي أسيدز، مش كتير flexible، ها عشان ما نضيع اللي هي حكينا الانتروبي، تصير عنا مشاكل بالانتروبي، لكن فيها نوع من الفلكسبيليتي. طيب إذا هاي أول نقطة. ففي النهاية أنا إذا بعمل activation للـ PPAR alpha بواسطة هدول المجموعة، إيش بصير؟ أنا بستفيد إني يا جماعة حفزت عملية اللي هي الـ free fatty acid oxidation، ورفعت قيمة أو اللي هي الـ levels of HDL و I lowered اللي هو الـ VLDL، وهيك أنا ساهمت في عملية treatment of اللي هي، أو يعني كمان قللت من إمكانيات cardiovascular disease etc etc. طيب في عنا نقطة مهمة جدا، إذا خلينا بالله نطلع عليهم. هذه اللي هي الفارماكوفور، ونتفرج عليهم إيش اللي بحكي لنا. بحكي لي إنه هاي الفايبريتس الفارماكوفور، اللي هو إيش الفارماكوفور؟
of this fibrate anti-hyperlipidemics phenoxy isobutyric acid. شو معناته؟ عندي الفينوكسي جروب ضرورية وعندي الايزوبيوتريك اسيد ضرورية، هدول اهم اشي. هلأ في سبيسر بيناتهم، ممكن يكون موجود ممكن ما يكون موجود، يعني ممكن الفينوكسي دايركتلي لينكت على الايزوبيوتريك اسيد، يعني N اللي هي CH2 by N، N ممكن من صفر لثلاث ممكن يكون دايركتلي لينكت، او اذا كان في عنا سبيسر بحسن عندي اللايبوفيليستي وبحسن الاورال ابسوربشن. ومش بس هيك، انا المركبات زي ما قلنا في حالة سبايرونولاكتون مركبات بدي تفوت داخل الخلية يا جماعة، بدي اياها تقدر تفوت على ريسبتر اصلا بيستقبل الفاتي اسيدز هون. في حالة المينيرالوكورتيكويد كان بيستقبل الألدوستيرون، إشي كتير فات صولبل. فالمركبات كل ما كانت لايبوفيليك كل ما كان احتمالية إنها تفوت على اللي هو تخترق الممبرينز بيكون أفضل، فالأكتيفيتي لإلها رح تزيد وارتباطها بالريسبتر بيزيد. إضافة إنه هذا بيحسن عندي الأورال أبسوربشن، فكل ما أزيد أنا السبيسر طبعاً up to 3 كاربون أتومز ما بقدر أزيده بزيادة، بيأثر في النهاية عندي على عملية الارتباط داخل الريسبتر. طيب هلأ فهمنا، إذن بحتاج الفينوكسي جروب. الفينوكسي جروب رح أشوف ليش أنا بحتاجها، لأنه هي رح تعمل نوع من الانتراكشن within الريسبتر. it can either form aromatic interaction أو إشي اللي سميناه سابقاً كاتيون باي انتراكشن مع لايسين أمينو أسيد ريزيديو. السبيسر اللي موجود، أنا كوني أنا حددت يا جماعة أنا بدي فينوكسي جروب وبدي آيزوبروتريك أسيد، ومش كتير سائلة، يعني السبيسر ممكن يكون 0 كاربونز up to 3 كاربونز. لاحظ هاي نوع من الفليكسيبيليتي اللي هي يمكن كمان جاي من الفليكسيبيليتي للفاتي اسيدز، الديفرنت فاتي اسيدز. في عنا مالتيبل فاتي اسيدز، ممكن يكون في عنا دبل بونز على اماكن مختلفه فيهم، ما بفرق يا جماعه، لكن الفكره حسب وين هي موجوده او قديش بعيده هاي الفينوكسي جروب بحدد طبيعه الانتراكشن. يعني اذا كانت قريبه جدا او لازقه بهذا الايزوبيوتريك اسيد تعمل انتراكشن، فور اكزامبل زي الكاتايون باي انتراكشن، اذا كانت بعيده بتعمل اروماتيك انتراكشن، فبيحددها اللي هو السبيسنج. لكن اجباري انه يكون في عندنا الفينوكسي جروب، بدك تشوف الفينوكسي جروب وبدك تشوف اللي هي الايزوبيوتريك اسيد. الاسيد حكينا اسينشال، هاي اسينشال لانها بتشتغل يا جماعه، هي بتعمل ارتباط نفس ارتباط بالريسبتر، نفس ارتباط الفاتي اسيدز اللي هي الكاربوكسيليك اسيد جروب وذن اللي هي الاسيدز. كمان الرينج، هاي الفينل رينج تاعت الفينوكسي جروب ممكن يكون في عليها سبستيتوانت، كل ما زاد السبستيتوانت بيأثر عندي، او حسب طبعا السبستيتوانت ممكن اقلل الووتر سوليبيليتي ممكن ازيدها حسب السبستيتوانت طبعا. احيانا انت بدك تعمل بالانس، اذا انت بتزيد اللايبوفيليستي كثير وين انا بروح بمشكله، بروح بمشكله اللي هي الهيباتيك ميتابوليزم، انا بعمل عندي مشكله فيها، فانا بديش يصير عندي كمان ميتابوليزم at the same time. ها في عندي نقطة بدي أحط تحتيها خطين اللي هي كمان السبيسر جروب augments اللي هي lipophilicity promotes GI and hepatic membrane penetration. by the way هدول ال PPAR alpha في إلهم expression كتير في liver tissues وفي adipose tissues، ماشي الحال؟ فأنت كمان بدك يفوت على مكان أصلاً highly lipophilic، فأنت usually كل ما زدت اللي هي lipophilicity you promote اللي هي انهم يدخلوا على هدول السايت اوف اكشن تاعهم، لانه وين مكان شغلهم حكينا بدي اياه يروح على الليفر او على الاديبوز تشو، وبالتالي انا بحسن اللي هي عمليه البنتريشن into these highly fatty tissues. هلا ايش حكينا؟ حاكي لي انه هون معلومه اللي هي هذه الكاربوكسيليت جروب اللي موجودة هي مهمة as an anchor على الـ PPAR alpha، بتعمل عندي ion dipole interaction with the tyrosine 464. هي مش بس tyrosine، في عنا أكثر من أمينو أسيد، يعني لو تيجي تطلع على هاي الكاربوكسيليت
بتلاحظ إنها عاملة interaction مع تايروسين وانذر تايروسين، وفي عنا هيستيدين وفي عنا سيرين أمينو أسيد، كلهم موجودين حوالين هاي الكاربوكسيلات بيعملوا معاها interaction. طيب نيجي على هذه المركبات، لاحظ إيش في أنا عندي من هاي المركبات. عندي زي مركب الجيمفيبروزيل، في عنا الفينوفايبريت، البيزافايبريت والسيبروفايبريت، والأسيدك فورم لهم اللي هو السيبروفايبريك أسيد أو الفينوفايبريك أسيد. أنا طبعاً لما أجي أطلع على الفينوفايبريت شو رأيكم؟ Is it a prodrug ولا هو الأكتيف فورم of the drug؟ شو رأيكم يا سندس؟ هذا prodrug. هذا برودراج، it needs to be activated، لازم يصير له هيدروليسز لحتى يا جماعة يعطيني اللي هو الactive form of this drug. طيب الجيمفيبروزيل هو الدراج in the active form، هون نفس الاشي drug in the active form، سيبروفايبريت هو drug in the active form. طبعا كل ما بزيد أنا عندي، لاحظ الجيمفيبروزيل في عندي أنا السبيسر موجود ما بين الفينوكسي جروب وما بين الأيزوبيوتريك أسيد، هون لا في عندي أنا directly linked على اللي هي الأيزوبيوتريك أسيد، لكن حاطة other groups to enhance، خلينا نقول lipid solubility. البيزا فايبريت نفس الإش، في عندي other groups to enhance lipid solubility. السيبروفايبريت اللي هو في عندي 2 chlorines كمان دي enhance هاي اللي هي lipid solubility. طب نشوف قديش ضل معانا وقت عشان ما ضل معنا وقت يا جماعة، خلينا ننهي المحاضرة هون ومنشوفكم بإذن الله اللي هو المحاضرة القادمة. بنكون في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا كان رافع إيده؟ أنا مش عارفة مين. طيب إيش بدنا نعمل؟ بدنا